كسب 2 جنيه بس هيخليكي تخسي من غير ما تحسي. اقدر اقول لك يا جماعه الكيس دوت ابو 2 جنيه ده هيغنيكي عن عدوه ب 700 جنيه، وفعلا هيجيب معاكي نتيجه مضمونه 100% مسافه اسبوع بس. مهما كان وزنك كبير او مهما كان وزنك يعدي ال 100 كيلو، ان شاء الله يا جماعه خلال اسبوع العبوه ديت او المعلقه اللي احنا هنحطها ديت هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا. يعني اقدر اقول لك ان هي ممكن تنزل معاكي الوزن 5 كيلو في اسبوع. يلا بينا يا جماعه نشوف الوصفه ديت وشوف الكيس ابو 2 جنيه اللي هيخلي فعلا وزنك يخس 5 كيلو في اسبوع. شير يا جماعه ان شاء الله لو عجبتكم الوصفه، ويلا بينا نشوف الوصفه. عايزه لايكات كتير يا جماعه. قبل ما نشوف الوصفه يا ريت توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد ووصفه جديده باذن الله هنعملها مع بعض. الوصفه باذن الله هتكون عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن بديل ابليكس، تمام؟ كيس ب 2 جنيه هيوفر عليكي عبوه ب 700 جنيه. يلا بينا يا جماعه نسمي الله نعمل لايك، عايزه لايكات كتير يا جماعه للفيديو علشان ان شاء الله الفيديو باذن الله يعلى بيكم، وعايزه شير كده علشان ان شاء الله ناس كتير تستفيد من الوصفه. واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنعمل بديل ابليكس، هنعمله عندنا في البيت، مش هنشتريه غالي بقى ولا حاجه، ولا هنشتري ايه العبوه ب 700 جنيه ولا الكلام ده كلته. احنا في غنى النهارده يا جماعه عن الكلام ده كلته وعن التكلفه. في ناس في مقدرتها ان هي تجيبه، وفي ناس يعني ما فيش في مقدرتها ان هي تجيبه. طبعا اللي احنا هنعمله النهارده ده هيبقى هيديكي نفس النتيجه ويمكن احسن كمان. يعني انا عن نفسي يا جماعه اعرف ناس شخصيا جابت ابلكس دوت وعملته. بس ان شاء الله النهارده انا هعمل معاكم يعني يعتبر ايه البديل بتاعه، وهيديكي نفس النتيجه واحسن كمان. يعتبر الكيس يا جماعه ب 2 جنيه وهيغنيكي عن العبوه ام 700 جنيه. طبعا اكيد في ناس هتقول لا انت بتبالغي او بتكبري في الموضوع. لا يا جماعه ما فيش الكلام ده خالص. طالما احنا طالعين نعمل وصفه لازم نكون متاكدين منها، ولازم نكون متاكدين من نتيجتها، تمام؟ فان شاء الله انا هوريكم ايه العبوه بتاعتنا ام 2 جنيه. دي حاجه هتوفر عليكي العبوه ام 700 جنيه. طبعا اكيد الوصفه دي هتجيب معاكي نتيجه وهتجيب معاكي مفعول كويس جدا، بس لو انت مشيتي معايا على الطريقه المظبوطه ديت هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا. بس شوف المقادير المظبوطه، لو انت حطيتي اكتر او اقل مش هتجيب معاكي نتيجه، او ممكن تديكي نتيجه عكسيه عكس ما انت تتوقعي. فالافضل ان انت تشوفي معايا الفيديو للاخر وتشوفي ايه المقادير المظبوطه علشان ان شاء الله تمشي عليها وتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. طيب تعالوا بقى نشوف العلبه ام 2 جنيه بتاعتنا اللي هي يعني هتوفر عليكي العلبه ام 700 جنيه. ده يا جماعه اللي انتم شايفينه ده كيس، ده بيجي من عند العطار. ده طبعا مش كل الكيس، ده بقيته اللي انتم شايفينه ده كل الكميه اللي انتم شايفينها ديت ده ب 2 جنيه من عند العطار. يلا يا جماعه بقى تعالوا اقول لكم ايه هي المكون ان شاء الله اللي احنا هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا النهارده، تمام؟ ده يعتبر بذور القطونه، ده طبعا اللي هيبقى بديل لابلكس. هقول لكم طبعا فوائده ايه، وهو هو نفس الابلكس ولا لا، كل الكلام ده ان شاء الله هنقوله في قلب الفيديو. وطبعا هنكشف لكم حقيقه كيس ابلكس، وهقول لكم طبعا البذور ديت بنستخدمها ازاي. لو كترتي منها طبعا هتديكي نتيجه عكسيه، لازم تشوفي المقادير المظبوطه معايا. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه هقول لكم فوائد البذره ديت ايه، او الحبه ديت ايه. هي بتساعد في عمليه التخسيس، ان هي بتخفض نسبه الكوليسترول في الدم. تاني حاجه يا جماعه ان هي بتساعد في خفض ضغط الدم، وبتحافظ على مستوى السكر في الدم، وكمان بتخفف من البواسير وبتعالج الامساك، وكمان يا جماعه بتخفف من اعراض القولون العصبي، لانها طبعا غنيه بالالياف القابله للذوبان. يلا يا جماعه بقى نقول لكم ازاي بنستخدم الوصفه ديت او بنعملها ازاي. طبعا انا معايا كوبايه ميه، او ممكن تكون كوبايه الا ربع، يعني على حسب ما انت هتشرب. معايا نص معلقه من بذور القطونه اللي انتم شايفينها ديت، وهنحطها في قلب ال وبقلبها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده كده بتشرب يا جماعه. طيب لو انت كترت الوصفه بتاعتنا، يعني لو انت كترت عن نص معلقه، دي بتبقى لها اعراض جانبيه. طب الاعراض الجانبيه ديت بتبقى ايه؟ طبعا بتعمل غثيان،
وبتعمل مغص وبتعمل ترجيع وقيء واسهالات وكل المشاكل والاعراض ديت، ده بتعملها لو انت كترت الجرعه زياده. ممكن تستخدمي الميه الدافيه او ممكن تستخدمي ميه من الحنفيه عادي، بس بتكوني واخداها على طول على اساس ان هي بتنفش في المعده. طيب بتنفش في المعده بتعمل ايه؟ ده اللي بتخليكي ان انت بتحسي بالشبع، يعني ما بتخليكيش تاكلي كتير. تمام كده يا جماعه؟ يعني انت مجرد ان انت بتقلبها بالمعلقه بتقوم واخداها على طول على اساس ان هي بتنفش في المعده. بتنفش ازاي؟ يعني بتحسسك بقى، بتملي الفراغات اللي في المعده، بتحسسك بالشبع، ما بتخليكيش تجوعي او ما بتخليكيش ان انت تاكلي كتير او بكميات كبيره. الناس برضو يا جماعه اللي هي حابه تتاكد طيب بتنفش ازاي، انت ممكن لو انت عملتها تجربه عمليه كده قدامك دلوقتي وسبتيها حوالي نص ساعه، هتلاحظي ان هي كل مدى بتنزل الحبوب او البذور كل مدى بتنزل لتحت، وتحسي ان هي كل مدى بتنفش الحبايه بتاعتها، تحسي ان هي بتنتفخ وبتزيد. ده نفس اللي بيحصل في المعده عندك. على اساس كده يا جماعه احنا بناخدها على يعني ايه، قبل كل وجبه بناخدها بنص ساعه. يعني المفروض ان انت بتعملي الكوبايه ديت بتاخديها قبل الفطار بنص ساعه، بتكوني عامله الكوبايه ديت وواخداها، ده يعتبر بتتاخد قبل الفطار بنص ساعه. نفس الشيء برضو قبل الغداء يا جماعه بنص ساعه لازم تكوني عامله كوبايه زي ديت وواخداها. نفس الشيء قبل العشاء، يعني المفروض بتاخديها 3 مرات في اليوم، قبل كل وجبه بنص ساعه لازم تكوني واخده كوبايه زي ديت كده. تمام يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى اقول لكم المفروض مين اللي ما ياخدهاش، علشان الناس اللي هي تسالني في الكومنتات وتقول ينفع الحوامل تاخدها او ينفع امراض كذا ياخدها، لا كل ده ان شاء الله انا هقول لكم في قلب الفيديو. المفروض يا جماعه الناس الحوامل ما تاخدش الكوبايه ديت. الناس يا جماعه اللي عندها اي مشاكل في الكلى المفروض ما تاخدش الكوبايه ديت. من تاني الاطفال، الاطفال المفروض ما ياخدوش الكوبايه ديت، غير كده ممكن اي حد ياخد الكوبايه ديت او يستعملها. بس ان انت المهم ما تكتريش في الجرعه اللي احنا قلنا عليها ديت، لان لو انت كترتي يعني بدل ما تبقى مثلا تجيب معاكي نتيجه كويسه هتبص تلاقيها جابت معاكي نتيجه عكسيه. الحاجه يا جماعه لما بتزيد عن حدها بتقلب نتيجه عكسيه. تمام؟ تعالوا بقى يا جماعه نكشف لكم حقيقه كيس ابلكس. لو انت طبعا جبت كيس ابلكس وفرغتيه في كوبايه ميه زي ديت، وجبتي نص معلقه من بذور الكتونه اللي هو دوت وحطيتيه برضو في كوبايه، هتحسي ان هو نفس النتيجه هنا هو نفس النتيجه هنا، يعني البذور دي بتنفش والكيس الابلكس برضو بينفش وهيديكي نفس النتيجه هي اللي هنا، برضو هيديكي نفس النتيجه اللي هنا. طبعا قلت لك الكوبايتين نفس الكوبايتين، هتحسي ان هما نفشهم زي بعض. طيب اللي ما يفرقوش حاجه عن بعض اساسا، دي ما يفرقش حاجه عن ابلكس. طيب اللي بيفرق ايه بقى في كيس ابلكس؟ ان هما بيحطوا له مستخلصات عصير التفاح، ده يا جماعه اللي بيعمل له نكهه وبيعمل له لون، يعني على اساس ان هو يبقى طعم مقبول شويه وانت بتاخديه. ده يا جماعه لو انت خدتيه اكنك بتشربي ميه عاديه، بذور الكتونه دوت ده لو انت شربتيه اكنك بتشربي ميه عاديه، يعني ما يفرقش حاجه خالص عن كيس ابلكس. اللي بيفرق طبعا عن كيس ابلكس زي ما قلت لكم الطعم واللون بس، انما هو هو نفس البذور وهي هي نفس النتيجه. فالاحسن بدل ما انت تشتري العلبه ب 700 جنيه ممكن انت تشتري كيس ب 2 جنيه بس، ما شاء الله هيجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا، وهيجيب نتيجه احسن ما بتشتري كمان الابلكس. يمكن يا جماعه لو لاحظتم كده يعني الفتره اللي انا كلمتكم فيها وعملت معاكم الوصفه تحس ان البذور بدات تنفش، يعني تحس ان هي بدات تعمل زي كده اهي، لو انت سبتها كمان مده اطول وتحسوا كمان ان هي يعني ايه بدات ان هي تحس ان هي لزجه اهي، شايفين؟ نفس اللي بيحصل في ابلكس هو نفس يا جماعه اللي بيحصل في بذور الكتان، شوف في بذور الكتونه معلش، شايفين اهوت؟ لو انتوا حسيتم او بص يعني تحس ان هي عامله زي ما تكون بقت لزجه، ده يا جماعه نفس اللي بيحصل في المعده بالظبط، بتحس ان هي بتدي نفس النتيجه ديت، بتنفش معاكي، بتخلي يعني المعده تحس ان هي مليانه، ما بتخليكيش تحسي بالجوع. دايما على طول تحسسك بالشبع، ما تخليكيش تاكل كتير. يعني لو انت معدتك طبعا في ناس يعني بتبقى معدتها يعني بتبقى يعني في ناس بتبقى معدتها صغيره شويه، في ناس بتبقى معدتها كبيره شويه، فيعني طريقه الاكل بتختلف من واحده لواحده. تمام؟ في ناس معدتها بتستقبل يعني كميه كبيره من الطعام، وفي ناس بتستقبل كميه قليله. طيب الناس اللي معدتها بتستقبل كميه كبيره ديت ممكن تاخد الوصفه ديت، دي هتحسسها بان هي معدتها مليانه، ما تخليهاش تاكل كتير، ما تخليهاش ان هي تبقى عندها شراهه على الاكل. يعني انت ممكن لو خدتيها قبل الاكل بنص ساعه
هتحس طبعا ان انت مش مقبله قوي على الاكل، او انت مالكيش نفس للاكل، فبالتالي هتضطري ان انت تاكلي كميات بسيطه جدا واحده واحده، او يعني يوم بعد يوم هتحسي ان انت المعده بتاعتك بدات تكش او بدات تصغر، هتاخد كميات اقل، ما عادتش هتاخد نفس الكميات الكبيره بتاعت الاول ديت. وباذن الله لو انت حتى وزنك فوق ال 100 كيلو ان شاء الله الوصفه دي هجيب معاكي نتيجه. وبالدليل قدامكم يا جماعه، يعني لو انتم ملاحظين معايا ان البذور القطونه بدات تنفش اهيت والكميه بدات تزيد، يعني معنى كده ان ده نفس اللي بيحصل في المعده بتاعتنا لما بناخد الكوبايه دي. الكوبايه دي يا جماعه ما هي صعبه ولا حاجه، ما لهاش اي نكهه خالص، يعني معنى اصح ان انت اكنك بتشربي حاجه بالمكون ده، لا في حاجه مره ولا في حاجه ان هي لها مراره او حاجه ان احنا معدتنا مش ممكن تتقبلها، لا حاجه سهله وبسيطه. ودي موجوده عند العطار يا جماعه، ويا ريت كلكم تجربوها، وصفه سهله وبسيطه ورخيصه في نفس الوقت، بس ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه مضمونه 100% وعن تجربه يا جماعه، ويا ريت كلكم تجربوها. وان عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك يا جماعه، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. شير بقى كده بينكم وبين اصحابكم علشان ناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا، وان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.